السلام عليكم ورحمة الله، اللهم صل على محمد وآله وأصحابه أجمعين. هنكمل إن شاء الله، أنا سايب الدنيا كلها على الفيديو اللي فات. طيب حلو، هنيجي نشرح حاجة بقى اسمها نفس الكلام، بس حاجة اسمها اللاين ايتمز. اللاين ايتمز نفس الكلام مع المحاور برضو. طيب حلو، الفيديو اللي فات كان جاستيفاي كونتنت، انا كاتبها اهو، سايب كل حاجه هشيلها خلاص. جاستيفاي كونتنت تمشي مع محور مين؟ مع المين اكسس. طب الخاصيه بتاعت النهارده بقى بتشتغل مع محور الكروس اكسس. طيب حلو، في حاله ان الفليكس فلو بقى القيمه بتاعته رو، يبقى المين اكسس هو محور سين زي ما هو عادي، اهو الصوره ايه. في حالة ان الفليكس فلورو المين اكسس هو المحور سين والكروس اكسس هو محور ايه؟ محور صوت. احنا الفيديو ده هنمشي مع الكروس اكسس مع محور صوت. طيب في حالة ان الفليكس فلو كولم، يبقى المحور اللي احنا نمشي معاه الفيديو ده اللي هو الكروس اكسس ماشي مع محور مين؟ مع محور سين. انا كاتبها اهو بالتفصيل اهو. فليكس فلو كولم يبقى المين اكسس هو محور سين محور صوت، ده الفيديو اللي فات خلاص. الكروس اكسس اللي يهمنا بقى الفيديو ده محور سين. طيب حلو، حاجه اقول له اللاين كونتنت في حاله ان اللاين، انا اسف، اللاين ايتم عندي حاجه اسمها خمس حاجات برضو. طيب هنشرحهم بالتفصيل. الفليكس فلو انا عامله ايه؟ عامله رو. انا امشي مع محور مين؟ الكروس اكسس. اللاين ايتم يعني كروس اكسس، تمشي مع مين؟ مع محور صاد اللي هو ده، محور صاد ده. طيب حلو، حاجه اقول له اللاين ايتم هتكون فليكس ستارت. فليكس ستارت هسيف واعمل ريفرش الديفولت، ماليش دعوه بالترتيب العناصر، انا بمشي مع محور دلوقتي في الوقت الحالي الكروس. احنا قلنا الايتمز تترتب دائما 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 مع المين اكسس. المين اكسس ماشي ازاي في الوقت الحالي؟ عشان هو فلو المين اكسس كده مع الماوس اهو. طب الكروس؟ الكروس كده اللي هو الواي. ودائما وابدا العناصر اللي هي الاليمنت الابناء تمشي مع المين على طول. طيب حلو، انا قايل الاين ايتم فليكس ستارت. طب نيجي نغير الفليكس اند الى الاين ايتم مع محور واي كروس اكسس اهو، عشان الحاله ان هي الفليكس فلو رو هي الاين ايتم هتمشي مع، سميها كروس ايتم مثلا عشان تثبتها. كروس كروس اكسس اللي هو محور صاد، ريفرش اهو هينزل تحت عشان شغال محور صاد اللي هو الواي، الماوس بيتحرك اهو. طيب حلو، حاجه اقول له السنتر اللاين ايتم سنتر ريفرش اهو بقى في السنتر. طيب حلو، هاجي اقول له الاسترتش، اسيف واعمل ريفرش. طبعا عشان كل واخد اللي هو الهاي هشيل الهاي ده، طبعا هي بتعمل بتشوف الهاي بتنفذه، عامل ريفرش. الاسترتش اللي هو كانك شدتها اللي هي الديفولت اصلا، القيمه اللي هي استرتش يعني من اول تاخد الهاي كله في حاله ان مفيش هاي للابناء اللي هي الديفولت. طيب حلو، انا هرجع اخليه هاي موجود وهاجي اقول له استرتش خلاص، وشرحنا الفليكس ستارت والفليكس اند والسنتر. هاجي اشرح ناقص حاجه اسمها البيز لاين، هسيف واعمل ريفرش. لاحظت انها ايه؟ زي الفليكس سنتر، بس ايه الفرق؟ تعالوا نشرح الفرق بالتفصيل. هاجي اعمل هنا، هكتب هنا مثلا كلمه حرف واحد، هنا اثنين، هنا ثلاثه، وهسيف واعمل ريفرش نفس الكلام. ادي اثنين اهو، وادي واحد، وادي ثلاثه. هاجي اقول بس للعنصر الثاني ده اللي هو السكند ده، انت الفونت سايز بتاع اللي هو الاثنين مثلا 30 بكسل، واسيف واعمل ريفرش. ايه اللي حصل؟ لاحظت ان البيز لاين هنا مش واضحه قوي، هنخليه على العنصر الثالث اهو، ريفرش. تمام، لو خليت الكالر بتاعهم اسود افضل يعني، ريفرش. تمام جدا جدا. قال لي البيز لاين بتعتمد على الكونتنت، الكونتنت يعني ترتب العناصر يكونوا على نفس النسق. يعني انا لو عملت كده حرف الواي، حرف الواحد والاثنين والثلاثه، اخر الثلاثه على نفس السوى، يعني هم بيرتب حسب الكونتنت. رقم واحد واثنين وثلاثه هم على نفس السوى من حيث النهايه ليهم، يعني الاثنين حرف الاثنين النهايه. بصوا على الماوس، انا ماشي بالماوس اهو، يكونوا على نفس اللاين، نفس اللاين كده للثلاثه. يعني انا لو عملت لاين عشان الدنيا تبقى واضحه 100%، لو جيت عملت هنا كده اتش ار وجيت قلت الستايل انت الاتش ار بتاعك هيكون البوزيشن بتاعه ابسليوت والهاي هيكون مثلا 1 بكسل
والباك جراوند هتكون اللون اللي هو الاسود، اسيف واعمل ريفرش تمام. وهاجي اقول له نخليها 2 واجي اقول له التوب 0 والليفت 0 واشوفه كده ريفرش تمام. هو لسه ما ظهرش، ممكن نديله ويتس مثلا 300 بكسل تمام. ادي ادي الديف، ادي الاتش ار، هاجي اتحكم فيه اقول له التوب بتاعك مثلا 10 بكسل ريفرش. هنيجي نظبطه عشان اشرح لكم البيز اللاين فايدتها بالتفصيل. هاجي اهو الاتش ار عندي اهو، هتحكم في التوب بتاعه هنا اهو بس كده. قال لي يبقى البيز اللاين النهايه بتاعت كل واحد بترتب على نهايه كل واحد، نهايه الكونتنت، نهايه الكونتنت اهو رقم 3 اخرها ورقم 2 اخرها بيكون على نفس الخط، على عكس تماما تماما الفليكس ستارت اللي هو لو جيت للسي اس اس قلت له انت الفليكس ستارت، الفليكس ستارت اسيف واعمل ريفرش، لا الفليكس ستارت بالنسبه يعني بيمسك الاليمنت كاليمنت كديف يعني ككتله على بعضها بيرتبها بيكون على نفس السوا كده من فوق تمام. ده الفرق بينهم بالتفصيل الممل. طيب هشيل خلاص الاتش ار ده عشان كنت بشرح بيه، ريفرش تمام هو تحت اهو، ما علينا يعني مش محتاجينه دلوقتي، هشيله خالص من الاتش تي. طيب يبقى تاني باختصار الالاين ايتم بيمشي مع محور مين؟ ما اعرفش مين اللي بيحدد، اللي هو الفليكس فلو اهو. في حاله ان الفليكس فلو رو يبقى هيمشي مع الكروس اكسس اللي هو محور ص في الحاله دي. في حاله ان الفليكس فلو كولم، نجرب بقى، احنا جربنا الرو، نجرب الكولم، هشيل ده خالص واعمل ريفرش. الكولم بيكونوا تحت بعض بيتبعوا المين اكسس، وفي حاله ان المين اكسس ده بيكون محور مين؟ بيكون محور صاد في حاله ان الفليكس فلو كولم. طب انا في الفيديو ده بشغل على انهي خاصيه؟ الالاين ايتم اللي هو بمشي على خاصيه الكروس اكسس، محور الكروس اكسس. طيب انا قايل فليكس فلو كولم، يبقى الكروس اكسس محور مين؟ محور سي. احنا شرحناها دي الصوره ايه؟ تاني وتالت ورابع، محور كروس اكسس اهو محور سي. طيب حلو، انا هاجي اقول له الفليكس ايتم فليكس اند، الاونلاين ايتم فليكس اند، هعمل ريفرش محور سي اللي هو شبه الماوس دلوقتي، ريفرش اهو فليكس، انا ماشي على محور سي. العناصر مترتبه تبع المين اكسس زي ما قلنا على طول، العناصر تتبع المين اكسس اللي هو في الحاله فليكس فلو كولم بيكون محور سي. لكن احنا في الالاين ايتم، الالاين ايتم اللي هو الكروس اكسس محور مين؟ محور سين، في حاله ان الفليكس فلو كولم. على فكره ممكن تلخبط، ممكن تلخبط شويه بس واحده واحده وبالتفصيل شويه واحده واحده. احنا هنا والفليكس فلو كولم يبقى الالاين ايتم هتتبع الكروس اكسس اللي هو ايه؟ اللي هو محور سين. انا هنا الفليكس ان هنقول سنتر واسيف واعمل ريفرش بقى في السنتر اهو، هقول سبيس او في ايه تاني؟ فليكس اند ونفس الكلام بيز لاين، نفس الكلام ريفرش، تعتمد بقى على ايه؟ على الكونتنت زي ما قلنا. طيب حلو، هاجي اقول بقى حاجه تانية اللي هو لو انا جيت قلت دلوقتي الفليكس فلورو جميل، يبقى فليكس فلورو يبقى الكروس اكسس اللي هو ايه؟ محور صاد او ريفرش محور صاد دلوقتي ماشي على الاونلاين ايتم، هقول له فليكس، هقول له سنتر ريفرش، هيبقى عامل لي سنتر اهو عشان ماشي على محور صاد. طب لو جيت قلت له كمان يعني جاستيفاي كونتنت سنتر، جاستيفاي كونتنت تتبع انهي محور؟ تتبع انهي محور؟ مين اكسس. طب انا في حاله ايه دلوقتي؟ اللي بيحدد اهو الفليكس فلورو، يبقى الجاستيفاي كونتنت تتبع المين اكسس اللي هو محور سين، اللي هو محور سين ده. انا قايل له سنتر، اعمل ريفرش، يبقى اتسنتر بالظبط 100% من الكونتينر بتاعي، لان قايل محور يعني بالبلدي كده يتوسطن في محور سين ومحور صاد. الجاستيفاي كونتنت مع المين اكسس محور سين، الالاين ايتم مع الكروس اكسس محور صاد، كل ده عشان انا في الرو دلوقتي، عشان انا في الرو تمام جدا جدا عشان ما تلخبطش الجاستيفاي كونتنت خالص في الفيديو ده. واعمل ريفرش، انا طبعا مرتب الفليكس فلو رو وسنتر، يبقى الرو يبقى يتبع الكروس اكسس عشان دي الالاين ايتم اللي هي محور صاد. نمشيها تاني بالترتيب باختصار الفيديو ده، في حالة ان الفليكس فلو رو يبقى الالاين ايتم هتتبع اهو الكروس اكسس دائما اللي هو محور ص، في حالة ان الفليكس فلو كولم هتتبع برضو الكروس اكسس دائما اللي هو محور سي.
يبقى باختصار justify content و align item مش كل واحد محور، لا الاثنين بيمشوا مع محور سين ومحور ظبط. تمام جدا جدا، اتمنى يكون الفيديو واضح، عيده تاني وتالت عشان تبقى واضحه 100%. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه